من مدن المحافظة وبقية مدن العراق في مدينتي الرمادي والفلوجة. هذا ومن جانب آخر حذر مبعوث دولي من أن هناك احتمالا واقعيا للغاية لامتداد العنف من سوريا إلى العراق، بما سيفاقم من التحديات السياسية والأمنية في البلاد ويهدد إنجازاتها على مدار العقد الماضي. للإشارة، فإن ما يقرب من 80,000 عراقي يعيشون في سوريا أعادوا إلى العراق خلال الأشهر القليلة الماضية لينضموا بذلك إلى صفوف العراقيين النازحين بالداخل، ويقدر عددهم بنحو 1.2 مليون شخص. توفدت الجماهير صباح اليوم الجمعة إلى ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء بقلب العاصمة اليمنية صنعاء للتجمهر والتضامن مع جرحى الثورة السلمية وأداء صلاة الجمعة، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها جرحى الثورة المعتصمون أمام مجلس الوزراء لجميع المواطنين والناشطين الحقوقيين. فيما لا يزال جرحى الثورة منتظرين إصدار المحكمة الإدارية حكمها في الدعوة التي رفع أكثر من 200 جريح من جرحى الثورة ضد حكومة الوفاق التي لا تزال تتماطل في علاجهم. من اليمن إلى إيران، أين صرح القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي ليلة الجمعة ولأول مرة أنه لا يعارض حوارا مباشرا مع واشنطن لحل مسألة النووي الإيرانية، مهددا في نفس الوقت بنسف إسرائيل وحيفا في حال هجمت إسرائيل بلدها. آية الله خامنئي تحدث في خطاب بث على التلفزيون من مشهد شمال شرقي البلاد بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إسرائيل، وقال أن الأمريكيين بعثوا رسائل حتى نقيم حوارا مباشر حول النووي على هامش المفاوضات مع مجموعة 1.5. أنا لست متفائلا من هذا الحوار، لكنني لا أعارضه، قبل أن يضيف أن المنطق الأمريكي هو أن نتناقش لكي نقبل نظرتهم وليس الوصول إلى نتيجة منطقية. بالإضافة إلى ما قاله، ما نريده يقول خامنئي هو أن يعترف بحقنا في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، لكن الغرب لا يريد الاعتراف بهذا الحق. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وفي الاقتصاد، موسكو تقف في وجه العاصفة لحل الأزمة في قبرص. فلسطين قضية ساكنة للقلوب والوجدان. يأمل الفلسطينيون من خلال أخذ عينات من جثمان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الوصول إلى حقيقة وفاته وتقديم الجناة إلى العدالة. وفي هذا القصف لمقر الحكومة في غزة، تكون إسرائيل قد نقلت الصراع إلى مرحلة جديدة تستهدف من خلالها المقر السيادي وأعضاء مرصد. لكم مشاهد الألم، الاستشهاد، المعاناة، المقاومة والدمار، والزيارات المرتقبة لمسؤولين عرب أن تثمر في وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. فرحة عارمة تسود الشارع الفلسطيني عقب الإعلان عن التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين. النهار، عين الجزائر بفلسطين. نشرتنا الدولية لا تزال مستمرة، أهلا بكم من جديد. ونبدأها بكوريا الشمالية، حيث قرر مجلس الأمن بالأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق خاصة تضم سنة واحدة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. كما أعرب أعضاء مجلس الأمن من قلقهم العميق بصدد التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يونغ، هذا ما جعلهم يطالبون بالعودة إلى معاهدة الحد من السلاح النووي. التفاصيل في تقرير زميلة آمنة خليل.
الدول الأعضاء 47 بمجلس الأمن صادقوا بالإجماع على هذا القرار الذي أودعه اليابان والاتحاد الأوروبي، يطالبون فيه كوريا الشمالية التعاون الكامل مع اللجنة والسماح لها بالعمل والقيام بزيارات بكل حرية في هذا البلد، الشيء الذي يرفضه دائما نظام بيونغ يونغ بخصوص المقرر الخاص حول كوريا الشمالية. كما ينص القرار على اتخاذ تدابير من شأنها الحد من النشاط الغير مشروع للدبلوماسيين والبنوك الكورية الشمالية ومنعها من فتح مكاتب لها في دول أخرى. نحن جد قلقين بشأن الانتهاكات الخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان منذ زمن طويل، والسكان يعانون من انتهاكات والتجاوزات. رفض سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بشدة كل الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أن مواطني بلده يعيشون في سعادة ويملكون أحسن نظام في العالم. نص القرار خاطئ، إنه مليء بالمغالطات السياسية، الكذب والاتهامات حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. في المقابل وفي مواجهة لهذا التهديد، أعلنت واشنطن تعزيز دفاعها المضاد للصواريخ من خلال نشر 14 صاروخا اعتراضيا على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، في حين نددت اليابان بشدة التحركات الاستفزازية لكوريا الشمالية. إلى الشأن الاقتصادي وتحديدا في سلسلة المشاكل الاقتصادية والتي تعصف بدول الاتحاد الأوروبي، تقف موسكو اليوم في وجه العاصفة بعد المخطط الأخير المقترح لحل الأزمة في قبرص والمتمثل في تجميد البنوك القبرصية التي تملأها المليارات الروسية. تقرير محمد قريشي. مصادرة المليارات الروسية المودعة في البنوك القبرصية هو المخطط الأوروبي لإنقاذ الجزيرة والخروج بقبرص من الركود الاقتصادي، الأمر الذي لم تهضمه موسكو، حيث لم يخفي الوزير الأول الروسي ديمتريف ميدفيديف غضبه أمام خوزي مانويل باروزو رئيس اللجنة الأوروبية بشأن الحل الذي اقترحته بروكسل. هذا المخطط الذي تم اقتراحه حاليا على قبرص يبدو اليوم أنه سخيف حقا. أعتقد أن المجموعة الأوروبية يمكنها دراسة المشروع في المستقبل لتنظيم قبرص بمشاركة كل الأطراف المعنية بما فيها الهياكل الروسية. الأزمة القبرصية فرضت نفسها على اجتماع رئيس اللجنة الأوروبية مع الحكومة الروسية بعد المناقشات العقيمة بين وزير المالية القبرصي وموسكو، الأمر الذي وضع الاتحاد الأوروبي بين المطرقة والسندان في مهمة صعبة الهدف منها إرضاء الطرفين. أود أن أشكركم على نوعية المحادثات التي دارت أمس، وكذلك على النقاش البناء الذي كان لنا مع الرئيس بوتين. اجتماع نهار اليوم مفيد جدا، لأنه يمكننا من التركيز عملنا على الحلول العملية ومختلف ملفات العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. هي إذن تحديات اقتصادية صعبة يواجهها الاتحاد الأوروبي للخروج بالاقتصاد الأوروبي من أزمة تعدد ضحاياها. وبالشأن الاقتصادي نطوي وإياكم أوراق نشرة دولية، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. تبادل للاتهامات بين النظام وقادة الكتائب بشأن اغتيال البوطية. مظاهرات في مصر أمام مقر مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وفي إيران الخامنائي يقبل إقامة حوار مباشر حول النووي مع واشنطن. مشاهدينا تقبلوا تحية وتحية الفريق العامل معي لهذه الأمسية. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتوالى الأحداث على مدار الساعة.